السلام عليكم. ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وتراجع في سعر صرف الليرة وامتناع المانحين الدوليين عن تقديم الدعم بسبب غياب الإصلاحات المطلوبة من قبل السلطات، وآلاف من الموظفين مهددون بفقدان عملهم، وحديث عن احتمال إغلاق عشرات المؤسسات الاقتصادية في البلاد بسبب الأزمة الحادة، واقع يضع لبنان اليوم في واحد من أحلك أوقاته ويفسر ربما سبب إصرار المتظاهرين على البقاء في الشارع بالرغم من مضايقاتهم من قبل أحزاب سياسية مشاركة في السلطة، وآخرها حرق أنصار حزب الله وحركة أمل خيما لمعتصمين وإطلاق عبارات طائفية. على الصعيد السياسي أخفق فرقاء السلطة في الاتفاق على رجل يتولى مهمة تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد بعد تأجيل مشاورات نيابية كان من المفترض أن تبدأ اليوم لهذا الغرض إلى الأسبوع المقبل. تطور سريع للأحداث في لبنان يقابله خطوات بطيئة وخجولة من السلطات، الأمر الذي يثير السؤال عن مصير تظاهرات شعبية وطنية جامعة في ظل انسداد سياسي ومحاولات استفزاز طائفي. تظاهرات لبنان الساعية إلى الانعتاق من إرث الطائفية إلى لبنان جديد هو موضوع حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. الوضع الاقتصادي السيء في لبنان والإجراءات التقشفية بفرض ضرائب جديدة فيما يخص الاتصالات عوامل أججت غضب الشعب ليخرج في تظاهرات كبيرة تحولت بعد أيام قليلة إلى المطالبة بإسقاط النظام رافعة شعار كل يعني كل. وبالرغم من تراجع الحكومة عن قرار فرض الضرائب واستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، إلا أن التظاهرات استمرت مطالبة برحيل الطبقة السياسية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة. أنصار حزب الله وحركة أمل لم ترق لهم التظاهرات ومطالبها، فاشتبكت مع المتظاهرين في بيروت بعدما زاد التوتر بين الطرفين عندما أغلق المتظاهرون جسر الرينج وسط العاصمة ليشكل الجيش حاجزاً يفصل المحتجين عن مؤيدي حزب الله وحركة أمل. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. التظاهرات في لبنان حافظت على سلميتها إلى حد كبير، لكن استفزازات أنصار حزب الله وحركة أمل بالاعتداءات المتكررة على المتظاهرين ورفع شعارات طائفية قد تحرف مسار التظاهرات عن السلمية. ناشطون أكدوا أن أشخاصا تابعين لأحزاب سياسية قاموا بإلقاء مواد حارقة على مجسم يعبر عن ثورة اللبنانيين في ساحة الشهداء، ما أدى إلى اشتعال النيران. هذا وسبق لميليشيات حزب الله أن هاجمت المتظاهرين عدة مرات وسط بيروت. أطراف سياسية مسيطرة في الساحة اللبنانية تحاول وأد التظاهرات، تارة بالتهديد وأخرى بالتحذير من الوصول إلى الفوضى، كما بدا ذلك جليا في تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله. من جانبه اكتفى مجلس الأمن الدولي بحث جميع الأطراف في لبنان إلى الحوار والحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات. السفير الأمريكي السابق في لبنان جيفري فيلتمان اعتبر أن نتائج الاحتجاجات قد تؤثر على المصالح الأمريكية، لكنه أشار إلى أن التأثير الأكثر وضوحاً هو تكريس إيران لدورها الإقليمي من خلال تصديرها لحزب الله. ويبدو أن المشهد لا يوحي بوجود أي ملامح لحل سياسي قريب في لبنان وسط احتجاجات ومطالبات بإصلاح جذري ورفض لما جاء في خطابات رئيس الجمهورية ميشيل عون من حلول لا يرى المتظاهرون فيها ما يلبي طموحهم بتشكيل حكومة مستقلة ووقف الهدر والفساد وإيجاد حلول للأزمات المعيشية. للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي اللبناني، وينضم إلينا من ستوكهولم عبر سكايب الأستاذ محمد خليفة الباحث في الشؤون العربية والدولية، وعبر الهاتف من بيروت الأستاذ إبراهيم المصري رئيس تحرير مجلة الأمان. أهلا بكم جميعا. لو بدأنا معك أستاذ عبد الرحمن، كما تلاحظ أداء حزب الله وحركة أمل وهما طرفان فاعلان في السلطة في لبنان، أنصار لهما يعني يتحرشون بالسلطة بالتظاهرات مرة في صور مرة في بيروت مرة في أماكن أخرى. نريد أن نفهم
كيف يمكن تفسير هذه التصرفات؟ وهل هذا يعبر عن موقف حقيقي لحزب الله أم تصرفات طائشة لشباب متحمسين؟ يعني بداية حزب الله هو أخذ على عاتقه مواجهة هذه التظاهرات بطريقة أو بأخرى. هو أول كلمة رسمية مقابل التظاهرات كانت لأمين عام حزب الله. الدعاية السياسية المناهضة لهذا الحراك بشكل رئيسي، الماكينات الإعلامية التابعة لحزب الله هي من تقوم بالدعاية السياسية المضادة. موضوع أن رد الفعل من قبل أنصار حزب الله وحركة أنه هو شعبي هو غير ممكن، لأنه لو خرجت عمليا أي رد فعل شعبي في مناطق سيطرة حزب الله هذا يعني يدق ناقوس خطر على حزب الله نفسه، لأن هذا الشارع شارع حزب الله تحديدا هو شارع يدار بالدقيقة وبالثانية إن صح التعبير. هو ليس شارع يمكن أن نصفه أنه متفلت، هناك ولاء ديني وليس فقط ولاء سياسي من قبل أنصار حزب الله، وبالتالي أي نزول إلى الشارع لا يمكن أن يخرج من قبل أنصاره بدون أمر مباشر إلى هؤلاء الأنصار بالنزول، وبالتالي لا يمكن تصديق. يعني أنت تقول لا يمكن خروج، يعني ونتحدث بلغة سياسية واقعية، يعني أنصار حزب الله الشيعة لا يمكن أن يخرجوا إلى التظاهرات. ليس الشيعة عموما، أقصد أنصار حزب الله كأنصار حزب الله لا يمكن أن ينزلوا إلى الشارع بدون تكليف، بدون أمر مباشر من أنصار حزب الله. لأنه هل هناك شيء غير شيعة أنصار لحزب الله في لبنان؟ أقصد أنه هناك شيعة هم ليسوا أنصار حزب الله، هناك شيعة لحركة أمل، يعني هناك شيعة مستقلون. نعم. طب هم كيف يمكن أن فهم أنه لا يمكن النزول إلى الشارع إلا بتكليفه من حزب الله؟ وفي الوقت نفسه رأينا كيف أنصار حزب الله حرقوا خيام المعتصمين في صور، وهي مدينة حاضنة يعني لحزب الله. هناك علينا أن نميز ما بين الشيعة كشيعة كمكون أساسي موجود في لبنان وبين حزب الله، وإن كان يملك أغلبية هو وحليفه أغلبية من التأييد الشعبي ضمن الشيعة. بطبيعة الحال حزب الله هو يعمل على أكثر من محور في مواجهة التظاهرات. المحور الأخطر بالنسبة له هو أن يكون هناك حراك شيعي من خارج الثنائية الموجود في صور وفي النبطية وفي بعلبك، هذا هو أخطر ما على حزب الله. لأن فكرة أن يكون هناك تظاهرات في الحواضن الشعبية لحزب الله هذا مؤشر خطر على أن هناك طرف شيعي ثالث ولم تعد الثنائية المعروفة أي حركة أمل وحزب الله، وبالتالي حزب الله حاول أن يحاصر هذه الحركة بعدة أساليب، بعدة آخرها كان الهجوم الذي حصل قبل 3 أيام إلى اليوم الذي حصل في سور، وبعده بيوم حصل في بعلبك، والنبطية أصلا هم هاجموها في الأيام الأولى. الموضوع الثاني هو حزب الله يحاول أن يحور الموضوع إلى بعد طائفي. الشعارات التي انطلقت في الضاحية هي لا تتناسب مع الواقع، يعني اليوم الناس تتظاهر تحت شعارات وطنية. أنصار حزب الله في الضاحية تظاهروا تحت، وحتى في بعلبك وحتى في صورة في الجنوب تظاهروا تحت شعار شيعة شيعة والشعب يريد 7 أيار جديد، يعني شعارات طائفية، وكأن المطلوب منها أن تقابل هذه الشعارات الطائفية بشعارات طائفية مضادة، فيتم يعني فك عقد هذه التظاهرات ودفعها نحو التشنجات الطائفية، يعني وبالتالي ضرب هذه الثورة الحاصلة في مقتل. لأنه أهم ما في هذه الثورة أنه تم خرق الجدارات الطائفية بين مكونات الشعب اللبناني، بين جميع مكونات الشعب اللبناني. اليوم هذه الثورة حملت شعارات غير طائفية، ليس ضمن تأثير سياسي أو نوع من الأمر السياسي من أحزاب، هذه الشعارات جاءت من قلب الشارع. الشعب أدرك أن المحاصصة الطائفية في النظام السياسي القائم لا يمكن أن تخلق نظام حقيقي، وبالتالي الناس ذهبت نحو شعارات غير طائفية، لأنها قبل كل شيء تطالب بلقمة العيش التي لا تفرق لا بين المسلم ولا المسيحي ولا الدرزي ولا الشيعي ولا السني ولا غيره. حزب الله يحاول رد هذه الموضوع إلى 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 إطاره الطائفي، يحاول رد لبنان إلى الوراء عبر ربما يعني ضخ شعارات طائفية لإفشال الثورة على مستوى لبنان، ولشد العصب الشيعي لصالحه على مستوى الداخل، خاصة أن حزب الله بدأ يفقد برأيي كثير من أدوات التأثير على شارعه تحديدا، أولها هو الأزمة المالية التي يعاني منها. الموضوع الثاني أن الشعارات انتهى وقتها، يعني آخر حرب قضى حزب الله في الخارج ضد إسرائيل هي منذ 2006، حرب سوريا وتدخله فيها بات من الواضح أن لا هو ولا بيئته استفادوا منها شيء سوى أن يعني استنزاف مالي وبشري، استنزاف مالي واستنزاف بشري، وبالتالي حزب الله يحتاج ان 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 يقوي ادوات سيطرته المعنويه والقاسيه والخشنه على بيئته، وبالتالي هو يحاول ان بعبر زياده مستوى الطائفيه في الشارع. لكن حتى اللحظه من الواضح ان الشارع الاخر شارع التظاهرات لم يستجب لهذا الاستفزاز، وهو مصر على شعاراته البعيده من الطائفيه بنسبه كبيره، ليس بنسبه 100% لكن بنسبه كبيره لم تتم الاستجابه لهذه الاستفزازات. طيب انا اريد ان اتحول الى بيروت لاسال الاستاذ ابراهيم المصري، يعني
فهم موقف حزب الله الحقيقي مما يحصل في لبنان مهم جدا لاستقراء مسار الأحداث. ثمة ما يمكن أن يعني يوصف بأنه ازدواجية متمثلة في أحد جانبيها بتصريحات حسن نصر الله بأنه يؤيد التظاهرات وأن هذه المطالب محقة، من جانب الآخر يتمم هذه الازدواجية تصرفات أنصاره في الشارع الذين يعتدون ويثيرون عبارات طائفية. كيف يمكن فهم هذه الازدواجية؟ كيف يمكن تفكيك الموقف الحقيقي والعميق لحزب الله مما يحصل في هذه التظاهرات؟ أستاذ إبراهيم تسمعني؟ أستاذ إبراهيم سأعيد طرح السؤال. قلت إن فهم موقف حزب الله أمر مهم وحيوي لفهم مسار الأحداث واستقراء مسارها في لبنان. كيف تفهم ما يبدو أنه ازدواجية بين تصريح أمين عام حزب الله حسن نصر الله بأن هذه التظاهرات محقة ومطالب الناس محقة، ومن جانب آخر أنصاره يستفزون المتظاهرين ويعتدون عليهم في بعض الأحيان كما حصل في صور وفي عين الرمانة وإلى آخره؟ كيف يمكن فهم هذه الازدواجية وصولا إلى فهم حقيقي وعميق لموقف حزب الله الحقيقي من التظاهرات؟ تمام. يبدو أن الأستاذ إبراهيم المصري لا يسمعني لخلل فني من المصدر. أذهب إلى ستوكهولم. أستاذ محمد خليفة، ثمة من المراقبين اللبنانيين وحتى الغربيين، وقد قرأت تقريرا لموقع واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يتحدث عن أن هذه التظاهرات في بيروت هي فرصة نادرة لاحتواء الإيران في المنطقة كلها، تظاهرات في لبنان الحاصلة. هل ترى الأمر على هذا النحو حقا؟ يعني نحن لازم نتفق اولا انه هذا الوضع الحاصل الان في لبنان وضع غير مسبوق على الاطلاق، ليس له اي سابقه في تاريخ لبنان منذ تاسيس هذا البلد كدوله. ما هو الوضع غير المسبوق؟ نعم، ما هو بالضبط غير المسبوق في هذا الوضع؟ غير المسبوق، لم يحدث ان تظاهر في وقت واحد كل مكونات الشعب اللبناني الطائفية، لم ينزل ولم يتجمع ماروني مع سني مع شيعي مع درزي مع علوي مع مسيحي مع ارثوذكسي مع كاثوليكي، هذا لم يحصل أبدا عبر التاريخ، عبر 100 سنة على الأقل، 100 سنة منذ أن تأسس لبنان قبل 100 سنة كان إذا تظاهر المسيحي يخرج ضده أو يلقى بنفسه السني، وإذا تظاهر السني يبتعد عنه الشيعي، وإذا تظاهر الشيعي يبتعد عنه الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، وهكذا. لم يكن هناك انصهار وطني كالذي نراه اليوم في الساحة اللبنانية. هذا هو العامل الرئيسي في التغيير. أمام هذا الحال، أمام هذا الوضع، الشعب اللبناني الآن كله كتلة واحدة، كله كتلة واحدة بمواجهة النظام والقوى المتنفذة في السلطة، وعلى رأسها حزب الله. حزب الله الآن في مأزق شديد، في مأزق مصيري أو وجودي، لا سيما أن هذا المأزق ليس محصورا في لبنان وإنما هو محصور على مستوى المنطقة. في سوريا النظام ضعيف الآن يتراجع، في العراق هناك ثورة عارمة، ثورة أيضا عظيمة وغير مسبوقة. طب لو بقينا معك أستاذ محمد، لو بقينا سويا في لبنان لنبحث موضوع هذه التظاهرات، إلى أي مدى يعني أنت تتفق مع من قال بأن هذه المظاهرات تحديدا فرصة نادرة لاحتواء الدور الإيراني في هذا البلد المهم؟ بلا شك أبدا، هذه بداية نهاية الدور الإيراني في لبنان. الدور الإيراني في لبنان قبل الثورة، قبل شهرين فقط، كان يسيطر على الدولة، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، العدد الأكبر من النواب في البرلمان كانوا يدورون في فلك النظام الإيراني وحزب الله. الآن هذه الثورة هددت هذه التركيبة، هددت هذه التوليفة التي صنعها حزب الله بقوته وبشطارته وبنفوذه
بين الطبقات وبين إذا لو أذنت لي أستاذ محمد، لو اتفقنا أن هذه الثورة أو الانتفاضة أو التظاهرة سميها ما شئت في لبنان هي فرصة لاحتواء الدور الإيراني في هذا البلد، يعني من المؤهل للقيام بهذا الدور، دور احتواء دور إيران في لبنان؟ يا أخي الشارع هو الشارع. الآن ليس هناك طائفة في مواجهة طائفة، ولا حزب في مواجهة حزب، ولا فئة في مواجهة فئة. هناك شعب، شعب بأكمله في مواجهة هذه الطغمة التي سيطرت على الدولة وعلى البلد. ويعني حزب الله يقودها، يقود هذا الكارتل، هذا التحالف، التحالف الشرير، التحالف الفاسد، هو الذي يقودها، هو الذي ركبها، وهو الذي صنعها. ولذلك الآن الشارع في مواجهة كل هؤلاء، لا يقبل لا سعد الحريري ولا ميشيل عون ولا حزب الله ولا نبيه بري ولا حركة أمل ولا حتى الأحزاب والتيارات اللي كانت مقبولة نسبيا مثل تيار المستقبل مثلا، أو مثل بعض الأحزاب السياسية مثل حزب التقدم الاشتراكي، مثل حزب القوات أو حزب الكتائب. كل هذه الأحزاب الآن مرفوضة من قبل الشعب، من قبل الشارع، من قبل الحراك المدني. هناك شعب وهناك مجتمع في مواجهة مغمى فاسدة. طيب، نريد أن نذهب مرة أخرى إلى بيروت، وأرجو أن يكون الاتصال جاهزا الآن. أستاذ إبراهيم، مرحبا بك مرة أخرى. يعني نريد أن نفهم أكثر موقف حزب الله الحقيقي من خلال ما يبدو أنه تناقض بين المواقف وبين الأفعال على الأرض والتصريحات. مثلا أمين عام حزب الله حسن نصر الله يقول إنه مع هذه التظاهرات، يؤيد هذه المطالب، هي مطالب محقة وهذه التظاهرات لا بأس بها من حيث المبدأ، لكن أنصاره على الأرض يعني يعتدون بحسب العبارات التي يستعملها الإعلام اللبناني، يعتدون على المتظاهرين ويثيرون يعني عبارات طائفية. كيف يمكن فهم هذه الازدواجية بتفسير موقف حقيقي وعميق لحزب الله من هذه التظاهرات؟ طيب، يبدو أن لدينا مشكلة مع الأستاذ إبراهيم، ربما لا نتمكن من العودة إليه مرة أخرى. أستاذ عبد الرحمن، معك مرة أخرى. الشباب المتظاهر مصر على تظاهره لأن المشكلة كبيرة وعميقة في لبنان كما تعرف. من الجانب الآخر تبدو السلطة غير مستعدة للاستجابة، وثمة من يقول أن حزب الله بمناوشاته للمتظاهرين هو رأس حربة السلطة في مواجهة المتظاهرين. ما المسار الذي يمكن أن تسلكه السلطة في المرحلة المقبلة إذا هذه التظاهرات؟ يعني هو في الحقيقة السلطة تحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر، يعني تيار رئيس الجمهورية، هما أمام مأزق كبير. رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري يرفض أن يشكل حكومة لا تكون حكومة تكنوقراط وابتعد، وهو بنفس الوقت يرفض أن يعطي غطاء لأي مرشح آخر ما لم تكن حكومة مشكلة حكومة تكنوقراط. بمعنى الآن هم أمام سياسيا أمام أحد خيارين، إما الذهاب باتجاه حكومة أكثرية، بمعنى حكومة يشكلها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. هذه الحكومة ستكون غير مغطاة دوليا، ستكون تحت الاستهداف الدولي سواء بعقوبات أو بضغط دولي أو بضغط مالي أو ضغط مباشر أو غير مباشر، وستكون أيضا هي ناقصة محليا، بمعنى ستكون بدون مشاركة الحريري، بدون مشاركة القوات والاشتراكيين والكتائب ويعني وليد جملوت. وبالتالي ستكون هذه حكومة ضعيفة جدا، وستصبح المسؤولية الكاملة سيكون حزب الله وتيار وطن حر في واجهة المسؤولية، وهذا ما لا يريدانه بأي شكل من الأشكال. الخيار الثاني هو الذهاب إلى حكومة تكنوقراط حقيقية، وهذه حزب الله رفضها منذ البداية، وهو يعتبرها خسارة. لماذا يعتبرها خسارة؟ لأنه يقول أنا ربحت في السياسة اللبنانية، أنا أملك مع حلفائي أغلبية في البرلمان اللبناني، وبالتالي من حقي أن أحكم. الموضوع الثاني هو يعتبر نفسه ربح في المنطقة، يعني محور الممانعة ربح في المنطقة، ربح في سوريا عسكريا، ربح في العراق بعد انتصار داعش، ربح. طيب، طب عندما تكون تظاهرات من كل المجموعات اللبنانية الطائفية، ألا يمكن أن يدفع ذلك حزب الله إلى التمتع بنوع من البراغماتية ويتنازل قليلا؟ لا يزال حزب الله ينظر إلى الموضوع على أنه هو نوع من المؤامرة عليه، أن هذه التظاهرات محقة لكن ما يجري في الشارع هو مؤامرة. وبالتالي طالما نحن ضمن هذه الرواية سيكون من الصعب التنازل. أنا شخصيا أتمنى من حزب الله أن يتنازل وذهب نحو حكومة تكنوقراط، ليس لأجل لا هزيمة حزب الله ولا انتصار غيره، وإنما لأجل أنه عمليا فعلا المنظومة السياسية القائمة حاليا لا يمكن أن تنتج إصلاح حقيقي. هذا النوع من الديمقراطية التوافقية، ورأيناها في العراق، رأيناها حتى ربما في دول خارج الشرق الأوسط، رأيناها في البوسنة، في دول أخرى.
ما يسمى بالديمقراطية التوافقية لا يمكن أن تنتج عمليا إصلاح سياسي ونهضة في البلاد، هي تؤدي إلى موت بطيء للدولة ولسيطرة الأحزاب على الدولة، لابتلاع الأحزاب للدولة، وهذا ما يحصل في لبنان. ولأنه ليس هناك طرف يتحمل مسؤولية لوحده، وبينما الغنائم تقسم على هذه الأحزاب، وبالتالي لا يمكن. الدليل هو استمرار الخلافات حتى اللحظة، واستمرار مخالفة الدستور حتى اللحظة. يعني راح كل هذه التظاهرات في الشارع، هذه الطبقة السياسية لا تزال عاجزة عن حل خلافاتها بينها، فكيف لو عاد الناس إلى بيوتهم؟ فهي ستكون أعجز، وهي ستعود إلى خلافاتها السابقة بشكل أكبر. وبالتالي حكومة التكنوقراطية نعم هي ضرورة قصوى للبلد للخروج من هذا المأزق، وليس هناك خيار آخر يعني. لكن حتى الآن حزب الله والتيار الوطني الحر يعتبر أن الذهاب نحو حكومة التكنوقراط هو خسارة كبيرة بالنسبة له. حزب الله يتخوف عمليا أن يكون حليفه يعني الرئيس عون، وتحديدا جبران باسيل صار الرئيس عون، أن يكون قد خسر جزء كبير من شعباته. وبالتالي الذهاب إلى حكومة تكنوقراط وبعدها في أي انتخابات مقبلة، لن يتمكن حزب الله مع حلفائه من تأمين أغلبية في البرلمان، وهذا سيضعه أمام مأزق كبير. وبالتالي لكن الآن المشاكل الاقتصادية والتهديد بإغلاق عشرات المؤسسات الاقتصادية وألاف الموظفين، هل هذا يشكل ضغط على السلطة أم على المتظاهرين؟ ويشكل بطبيعة الحال ضغط على السلطة. لنفترض الآن أن المتظاهرين عادوا إلى بيوتهم، هل هذا يعني أن الأزمة ستحل؟ الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد يقوم على قطاع الخدمات، والخدمات تعني سمعة. هز السمعة الذي حصل الآن هو لم يأتي، يعني ارتفاع سعر الدولار أتقابل التظاهرات على فكرة. جزء من أسباب التظاهرات أن سعر الدولار قد اختل في السوق. أيضا نحن ننتظر بعد أشهر قليلة يعني تقارير وكالات التصنيف، والتي على الأغلب ستكون سلبية تجاه لبنان. لبنان الآن هو في أزمة، التظاهرات ليست هي الأزمة وليست هي سبب الأزمة، هي ناتج من نواتج الأزمة إن صح التعبير. وبالتالي لا يمكن أن نختزل ما يحدث في لبنان هو بالمظاهرات، كما يحاول العديد من الأحزاب السياسية الترويج له أن الأزمة هي أزمة تظاهرات، هي ليست أزمة تظاهرات بحقيقة. لكن اليوم نحن أمام تطور جديد يتجلى بتأجيل المشاورات، نريد أن نبحثه بعد الفاصل. هذا فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة الحديث. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تطورات المشهد اللبناني والمسار الذي يمكن الاحتجاجات اللبنانية أن تسلكه، خصوصا في ظل مضايقات تواجهها من أنصار أحزاب مشاركة في السلطة. أذهب إلى بيروت لأسأل الأستاذ إبراهيم المصري. أهلا ومرحبا بكم أستاذ إبراهيم. مؤيدو حزب الله قبل يومين اشتبكوا مع أنصار القوات اللبنانية على الخط الفاصل بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية وعين الرمانة ذات الأغلبية المسيحية، وهذا كان خط تماس أيام الحرب اللبنانية. يعني ثمة رمزية وخطورة كبيرة في هذا الاشتباك. وبالمقابل يعني سعد الحريري زعيم تيار المستقبل دعا أنصاره إلى عدم المشاركة في هذه التظاهرات. هذه المعطيات والتفاعلات هل بالفعل تشي لك بأن لبنان قريب من فتنة أهلية تحدث عنها غمز من قناتها سعد الحريري نفسه؟ أخي الكريم، نأمل أن تتطور أو تتفجر أكثر، وهذه الأزمة يجري احتواؤها كلما انتعشت في مكان ما. فالأزمة التي أو الاحتكاك الذي وقع ما بين الشياح وعين الرمانة جرى تطويقه خلال ليلة واحدة، ونزلت مظاهرة نسائية من الأمهات إلى الشارع تضم أمهات إلى الفريقين من الشياح الذي أغلبيته من الشيعة، وعين الرمانة التي أغلبيتها من الموارنة.
لكن القضية أعمق وأقدم. فمعروف أن الأزمة اللبنانية هذه الأزمة بدأت منذ حوالي 43 يوم وطورت أكثر، لأن الحكومة اللبنانية لم تستطع احتوائها أو معالجة الأمور التي سجلتها هذه الأزمة. فالأزمة انطلقت وخلال 10 أيام من انطلاقها في 17 تشرين أول قدم الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته للرئيس ميشيل عون. ميشيل عون لم يبلي بأي موقف، لم يرفض الاستقالة ولم يطلب من الرئيس الحريري متابعة تصريف الأعمال، واستمرت الأمور والحكومة شبه معطلة، واستمر هذا الأمر حتى يوم 29 تشرين أول عندما استقال الرئيس الحريري ولم يبادر إلى تصريف الأعمال بشكل قوي. الأمور تطورت أكثر عندما ألقى الرئيس ميشيل عون خطابا يوم 13 تشرين الثاني، وكان غير موفق في هذا الخطاب لأنه لم يملك قدرة على طرح أي حل للأزمة اللبنانية المستحكمة. وتطورت الأمور بعد ذلك وما تزال حتى الآن، والمشكلة مركزة في أين أن الرئيس عون لم يفعل شيئا لاحتوائها. واجبه الدستوري هو إجراء مشاورات تقضي بتكليف رئيس وزراء جديد سواء الحريري أو غيره، لكنه لم يفعل. لم يفعل أستاذ إبراهيم لأنه لا يريد أن يفعل أم لا يستطيع أن يفعل؟ أستاذ إبراهيم، يبدو أن الاتصال انقطع. طيب، إلى ستوكهولم أستاذ محمد خليفة. في ستوكهولم حتى الآن هناك غياب كامل تقريبا للمجموعة العربية، الدول العربية، حتى جامعة الدول العربية، باستثناء موقف لحسام زكي نائب الأمين العام قال فيه إن الدول العربية أو الجامعة العربية ملتزمة بتقديم مساعدات مالية للبنان. هل الدول العربية لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذه فيما يحصل في لبنان إلا تقديم المال، أم ثمة ما يمكن أن يقوم به العرب أكثر من المال؟ يعني أنا بعتقد أنه الدور العربي موجود في الساحة اللبنانية لكن غير منظور بوضوح ولا معلن عنه بوضوح لأسباب قد نفهمها. أين هو هذا الدور؟ ما هو الدور السوري مثلا؟ موجود وفاعل. الدور السوري موجود وفاعل، عم بيحرك، هو جزء من إدارة اللعبة، من إدارة النظام. هو أصلا الأزمة بدأت في لبنان نتيجة انخفاض قيمة العملة اللبنانية ونتيجة شح. لكن أستاذ محمد، يعني عندما تتحدث عن دور سوري فإنك تتحدث عن دور إيراني، أنا أتكلم عن المجموعة العربية، الكتلة العربية الكبيرة في جامعة الدول العربية وتحديدا في دول الخليج العربي. في دور يعني دول الخليج العربية مستعدة وكانت تاريخيا هي التي تدعم لبنان اقتصاديا وماليا، ماليا تدعمه سياسيا، لكن بالفترة الأخيرة نتيجة سيطرة حزب الله سحبت أيديها. دول الخليج وخاصة السعودية سحبت أيديها ولم تعد يعني مستعدة أن تدفع مليارات، لأن هذه المليارات تذهب لصالح حزب الله ولصالح إيران وصالح بشار الأسد، ولذلك أوقفوا دعمهم. لكن حسام زكي مساعد الأمين العام للجامعة العربية قال إن الدول العربية مستعدة لتقديم الأموال للبنان، هل تحل المشكلة؟ هذا كلام، هذا كلام إعلامي ولا يمكن تطبيقه، لأنه نحن بنعرف الوضع. ما دام حزب الله ماسك السلطة هو اللي يعني يوميا بيوجه أسلحته المباشرة أو غير المباشرة ضد دول الخليج العربية وضد الشعب السوري، وعم بيدعم اليمنيين الحوثيين، وعم بيشارك في القتال في العراق، كيف يعني ليش المطلوب من السعوديه او من الامارات او من غيرها ان تدعم؟
هناك دعم جزئي ومحدود غير منظور من بعض الدول مثل الكويت مثل قطر حتى الإمارات، لكن محدود جدا وغير مستعدة أن تدفع مليارات كبيرة لتحل. طيب إذا كانت غير مستعدة لتقديم الأموال، ما البديل أمام الدول العربية لكي يكون لها موطئ قدم فيما يحصل في لبنان؟ ما تستطيع. يا الجامعة العربية مؤسسة يعني هي بتمارس دورها أو وظيفة باعتبارها ممثلة للعرب كلها وبتحكي كلام جميل، لكن تطبيق هذا الكلام لا يمكن أن يتم إلا بقرارات فاعلة من الدول. نعم. ذات يعني التأثير المباشر، وعلى رأسها السعودية. إذا حدا بيزيد عن هي السعودية والإمارات، هاتان الدولتان تتعرضان للأذى والعدوان من حزب الله ومن إيران، فلماذا يطلب منهما يعني تقديم المال الآن؟ على فكرة حتى الشعب اللبناني والنخب اللبنانية كلها تبرر السعودية ولدول الخليج ألا تقدم المال، لأنه إذا قدمت المال الآن قد تطيل في عمر حزب الله وسلطة حزب الله. هي تريد أن تضعف هذا الحزب وسلطته في لبنان وخارج لبنان، ولذلك لن تقدم له. أنا أؤكد أنها لن تقدم ولا مزيد. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني كان من المفترض اليوم أن يتم إعلان الإعلان عن اسم رئيس الحكومة العتيدة أو المقبلة التي ستشكل، لكن لم يتفقوا، يبدو على اسم الرئيس، رئيس الحكومة التي ستشكل. لماذا لم يتفقوا؟ وهل يملك لبنان طرف الوقت اليوم؟ قبل كل شيء، هو هناك قلب للواقع الدستوري، يعني لا ينبغي الآن التوافق على اسم، هناك استشارات نيابية ينبغي أن تتم الدعوة عليها، ومن يأخذ الأغلبية يتم تكليفه ثم يتفاوض مع الأطراف لتشكيل الحكومة. الآن يتفاوضون على تشكيل حكومة قبل تسمية الاسم، فبالتالي هذه بدعة سياسية وبدعة دستورية الآن تمارس في لبنان للأسف. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أن الأطراف السياسية لا تزال تفكر بمنطق المحاصصة، وأنا ماذا لي وماذا علي. هذا المنطق هو المنطق هو الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه الآن، وبالتالي لا تزال تمارس نفس أسلوب التفكير مع كل هذا ما نراه في الشارع وإضافة للأزمة الاقتصادية. بالتأكيد لبنان لا يملك طرف الوقت لحل مشاكله. لبنان كما قلت لك منذ قليل يقوم على مبدأ الثقة، لأنه اقتصاد يقوم على الخدمات، وحاجته إلى الثقة هي حاجة كبيرة، وهزت الثقة التي الآن حاصلة تحتاج إلى أشهر ربما سنوات لإعادة ترميمها. للأسف القوى السياسية لا تحاول تنظر إلى ذلك بقدر ما تحاول أن تنظر إلى كم ستحصل في الحكومة المقبلة وكم ستستمر في الحكم إلى أطول فترة مقبلة. حتى الآن الرؤية السياسية هي بعيدة عن الواقع. الرؤية السياسية للأحزاب في لبنان، الأحزاب الحاكمة في لبنان، هي لا تزال للأسف يعني تنظر بعدم مسؤولية تجاه الواقع في لبنان، تنظر بأفق ضيق بمصالح حزبية. حتى الآن لا أحد في لبنان يقدم حتى هذه اللحظة رؤية وطنية شاملة تستطيع أن تخرج لبنان من هذه الأزمة. ثمة من يقول إنه لم يعلن عن لم تبدأ المشاورات بسبب أو لم تبدأ المشاورات بسبب أن الفرقاء السياسيين يريدون أن يتفقوا على الاسم قبل أن يبدأ. نعم، يعني التشاورات ستكون شكلية ليس فقط على الاسم، وإنما حتى على تفاصيل تشكيل الحكومة، يعني حتى كيف، وهذا خلاف الهدف الذي خرج من أجله التظاهرات. نعم، يعني الناس تظاهرت ضد المحاصصة، وبالتالي هم يريدون أن يعيدوا المحاصصة من أخرجوها من الباب، يريد أن يعيدوها من الشباك. هذه مشكلة حقيقية. هذا تعكس أن فعلا الطبقة السياسية حتى هذه اللحظة لا تستطيع أن تقدم رؤية حقيقية وطنية تخرج البلاد مما هو فيه، وبالتالي هذا مؤشر على أننا حتى هذه اللحظة لا نزال في مرحلة تصاعد الأزمة وليس مرحلة بداية الحلول. يعني نحن ربما ذاهبين إلى تأزيم الوضع أكثر وليس إلى بداية حلول. طيب، في هذه اللحظة حتى لو تم الاتفاق. طيب، على اسم تأزيم الوضع أكثر تقول، يعني قبل أن أذهب إلى الفصل أريد أن أسألك عن الآن، هل يمكن العودة إلى الطلب مجددا من سعد الحريري بتشكيل حكومة كتخريجة لهذه الأزمة والنزول عند شروطه بحكومة تكنوقراط بصلاحيات واسعة؟ حتى هذه اللحظة حسب الله والرئيس عون يرون أن هذا ربما الخيار الأخير، لكن ما أنا أتخوف منه أن الناس إذا كانت الآن تقبل بحكومة تكنوقراط برئاسة سعد الحريري، لو تأخرت الأمور أكثر ولو تعمقت الأزمة فربما الناس لن ترضى بهذا، وبالتالي المراهنة على أن الناس قد تمل هو أصبحت مراهنة كبيرة. نحن الآن تخطينا 40 يوم وربما 45 يوم على مرور التظاهرات، وبالتالي لابد لهذه الطبقة السياسية فعلا أن تدرك أن الموضوع ليس مؤامرة، وعلينا والموضوع ليس مجرد حركات شعبية عفوية. الموضوع هناك أزمة حقيقية لابد من الاستجابة لها، لابد من التضحيات
والاستجابة، لنقل لنفترض أن الرئيس الحريري هو ضحى واستجاب واستقال ورضي بحكومة التكنوقراط، بمعنى أن عن تحليل آخر يرى أن الحريري قام بذلك بناء على نصائح دولية، لكن لنفترض أنه ضحى. الآن هناك دور للآخرين أن يضحوا، يعني لا يمكن أن يتوقف مستقبل لبنان على اسم فلان أو اسم جبران الوسيل أو علي حسن خليل يكون في هذه الحكومة أو لا. استجابة لحكومة تكنوقراط، حكومة مستقلين، حكومة ناس خبراء، وهذه الحكومة تأخذ فعلا عمليا يعني تأخذ غطاء من البرلمان، هو أصبح ضرورة وهو أقل ما يمكن صراحة أن يعمل لإنقاذ البلد. لبنان يحتاج إلى أكثر مما ذلك، لكن حتى هذه الخطوة الصغيرة للأسف لا تعطى. مع مرور الوقت الأزمة ستزداد، لأن لبنان بلد غير منتج اقتصاديا لا زراعيا ولا صناعيا، وبالتالي هذه الأزمة ستتعمق أكثر وربما ستنفجر بتقديري. حتى هذه الأحزاب ستصل إلى مرحلة لن تستطيع أن تسيطر حتى على محازبينها. الحريري هو ربما غير قادر على السيطرة على محازبينه، ربما أيضا حتى العونيين وحتى حزب الله سيصل إلى مرحلة بعد أشهر فيما استمر العناد لن يستطيع حتى السيطرة على المحازبين، لأن الأزمة تتعمق يوم بعد يوم. طيب نبحث شيئا من هذا بعد الفاصل، نتوقف مع فاصل أخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. في ستوكهولم أستاذ محمد، أي أثر سلبي أو إيجابي تركه حراك الشباب اللبناني الآن في الشارع على المشهد السياسي في لبنان برمته، وهو مشهد معقد ومرتبط بتجاذبات طائفية كما تعلم؟ يا أخي هذا مشهد عظيم، هذا يعني يبشر بولادة شعب لبناني جديد، شعب لا يعرف الانقسامات الطائفية، لا يعرف المفردات الطائفية، شعب متحد ومندمج ومنصهر حول برامج سياسية الآن يطالبوا بالإصلاح ويطالبوا يعني تغيير السلطة بشكل سلمي وبشكل مدني وبشكل متحضر، يريدون دولة ديمقراطية حقيقية تحتكم القانون. هذا مشهد يعني يماثل المشهد اللي عم نشوفه في عدة دول عربية أخرى. هناك المنطقة كلها الآن، شعوب المنطقة كلها الآن، الأمة العربية كلها الآن تتجدد، تولد من جديد على أيدي جيل من الشباب. أستاذ محمد أرجو المعذرة على المقاطعة، لكن يعني ثمة رأي آخر يعني ربما يكون مخالفا لما تتفضل به، يقول أنه هذا نوع من 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 العواطف. هناك يعني كثير من اللبنانيين الذين يتظاهرون هم يبحثون عن لقمة العيش، نسبة الفقر 30% في بلد لم يعتد على هذه النسب، البطالة مرتفعة 45%، وهذه أرقام البنك الدولي وأرقام أممية أعطيك إياها، يعني فقط نريد أن نعمل، نريد أن نأكل، وافعلوا ما شئتم بعد ذلك. لا غير صحيح أبدا. أنا أعرف الشعب اللبناني جيدا وعشت سنوات في لبنان وما زلت على اتصال يومي مع لبنان وأكتب الصحافة اللبنانية منذ 40 سنة. هذا الجيل جيل واعي، جيل متنور، جيل يعني جيل العولمة، جيل الحداثة، عنده مطالب إنسانية وعنده مطالب اجتماعية وعنده مطالب اقتصادية وعنده مطالب بالكرامة وعنده مطالب سياسية. هو يشتكي كما يشتكي الشعب العراقي من النفوذ الإيراني، كما يشتكي الشعب السوري من الطغيان. هناك في لبنان طغيان وهناك نفوذ لإيران. هذا الوضع يجب أن يسقط ويتغير. ليه؟ لأنه حتى الأزمة الاقتصادية التي تتكلم عنها هي نتاج هذا الوضع السياسي، ولم تأتي بالصدفة. لبنان في الحرب الأهلية السابقة 25 سنة حرب أهلية لم تنخفض قيمة العملة اللبنانية ولم يكن عليه ديون. لبنان لم يكن عليه ديون. هذه الديون وهذه الأزمة الحالية نتاج الأزمة السياسية.
الشعب اللبناني يعرف هذا، لابد من معالجة الجذر. الجذر هو المشكلة السياسية. وأنا أقول لك أن هناك اتجاه، وهناك من خيرة الخبراء والسياسيين اللبنانيين أن يتحدث عن الذهاب إلى الأمم المتحدة لإعلان إفلاس الدولة ووضعها تحت الوصاية الأممية حتى تدير الأمم المتحدة لبنان لمدة 10 سنوات يتم خلالها يعني ترتيب الأوضاع بشكل تقني وبشكل اقتصادي بشكل سياسي. لابد من حل المشكلة السياسية، لابد من إنهاء سيطرة حزب الله، لابد من إنهاء سيطرة بشار الأسد، لابد من إنهاء حكم اللصوص. هذول اللصوص كلهم يأتون إلى السلطة ويتقاسمون من أجل تقاسم الأموال والحقوق. أريد أن أختم سؤالي الأخير، أختم معك قبل أن أتوجه إلى الاستوديو. يعني هل هذه التظاهرات إذا وضعناها في سياق عربي تراقبه أنت الآن في العراق، في سوريا، في اليمن، في ليبيا إلى آخره، هل تملك هذه التظاهرات فرص إحداث تغيير ما حلحل ما في بنية النظام السياسي الطائفي في لبنان؟ يا سيدي، هو التغيير بدأ يحصل وبدأنا نلمسه، يعني ليس احتمالا قادما، هو أصبح الآن رأي العين. نحن كلنا نشهده. قلت لك هذا الاندماج الشعبي، هذا الاندماج الاجتماعي والانصهار الوطني غير مسبوق وسيستمر. الناس الآن كفرت بكل الأحزاب، كفرت بكل الانقسامات الطائفية، لم تعد تتبع زعماها. لم يعد الدرزي يتبع وليد جمرات، ولم يعد الماروني يتبع ميشيل عون أو يتبع سليمان فرنجية، ولم يعد الشيعي يتبع نبيه بري وحسن نصر الله، ولم يعد السني، وهكذا. هذا التغير حصل، ليس احتمالا، هو حصل الآن. أنت شفت المشهد اللي حصل امبارحة بين الشياح وبين حر الشباك. هذا الأمر، هذه المنطقة كانت خط تماس خلال الحرب الأهلية، عندما يذهب الشعبان أو الطرفان للعناق وللغناء وللتوحد مرة أخرى، حتى يقولوا لكل السياسيين أن نحن لم نعد نجري ورائكم ونمشي ورائكم اتجاه الفتنة. نحن نرفض الفتنة ونرفض الانقسامات. نعم. لم حزب الله شلون مسيطر على البلد؟ حزب الله مسيطر على البلد. لكن هذا ما تفضلت به. نريد أن نبحث أيضا مدى اقتناع المتظاهرين في الشارع بعملية المشاورات من حيث المبدأ وبآليات هذا. أريد أن أسأل ضيفي في الاستوديو لو أذنت لي. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد خليفة، كنت معنا من ستوكهولم. يعني المشاورات النيابية التي تحصل الآن بشأن اختيار رئيس الحكومة، إلى أي مدى المتظاهرون بغض النظر عما يحصل في هذه المشاورات مقتنعون بهذا المبدأ وبآلياته؟ استمرار التظاهرات في الشارع هو دليل على أن المتظاهرين غير مقتنعين بكل ما حصل في هذه الفترة من استجابات ربما للضغط وليس لعدم الاقتناع. نعم، يعني هو هناك عدم، طالما أننا المطلب الأساسي الآن وهو أو نقول المطلب الأقرب، هناك أيضا مطالب أعمق هي تشكيل حكومة ديمقراط ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة ثم إعادة تغيير البنية السياسية وحتى أيضا البنية البيروقراطية. جزء أساسي من مشكلة لبنان أن البيروقراطية ضعيفة في لبنان لصالح السياسي، يعني من يتحكم بالطبقة البيروقراطية، من يتحكم بالموظفين هم السياسيين، هم من يعينون القضاة ويعينون الموظفين، كبار الموظفين أو صغار الموظفين يتم تعيينهم تعيين بقرارات سياسية، هذا الواقع. وبالتالي هذا غياب الدولة عمليا. وبالتالي المجتمع اللبناني مدرك وهو متيقن أن السياسيون في لبنان توغلهم حتى على الدولة نفسها هو جزء من الأزمة، وبالتالي هو مدرك أيضا أن هؤلاء السياسيين يملكون مفتاح الحل عبر تنزلهم نحو إنشاء وإعادة تقوية بنية الدولة في لبنان. وبالتالي حتى هذه اللحظة استمرار التظاهرات هو يؤدي على أن المجتمع غير مقتنع بالخطاب الذي تقدمه الحكومة، ونحن نلاحظ على سبيل المثال كل ما خرج مسؤول وتكلم تزداد حدة التظاهرات. طيب هذا واضح، يعني أنت تقول أنهم غير مقتنعين، بالمقابل الحكومة يعني لا تقدم أي استجابة، كما لو أن المشهد السياسي في لبنان كما يقال كمن ينفخ في الرماد أو يصرخ في واد لا أثر. طيب إذا ما كنا ندور في حلقة مفرغة، الشعب يريد التغيير الحقيقي والعميق، والسلطة يعني أذن من طين وأخرى من عجين إذا صح القول. طيب لا، إلى أين يسير الوضع؟ هي ليست حلقة مفرغة، بتقديري لو استمر هذا الفراغ، لو فشل مشروع الفتنة الطائفية
فنحن ذاهبين إلى أن هذه الأحزاب ستفقد بيئتها أكثر وأكثر، بمعنى أن حتى الآن لا يزال هناك محازبين ومناصرين يدافعون عن أحزابهم. بتقديري لو طال أمد الأزمة وفشل مشروع تحويلها إلى أزمة طائفية، فنحن ذاهبين إلى أن حزب الله سيفقد حتى بيئته الحاضنة، الرئيس عون سيفقد حتى بيئته الحاضنة، الرئيس حربي سيفقد حتى بيئته. لماذا؟ لأن بالنهاية الناس تصنع آلهة من تمر ثم تأكلها عندما تجوع. الوضع الاقتصادي يزداد سوءا مع الوقت، وهذه الطبقة السياسية يعني غير الوقت في صالح المتظاهرين لا في صالح السلطة. أنا هو للأسف هو في صالح المتظاهرين، لأنه يزيد الضغط على الشعب، يعني يزيد بمعنى يزيد الأزمة الاقتصادية على الشعب. الناس لبنان بلد يستورد كل شيء تقريبا، الدولار سعره نحو 2200 ليرة، يعني من 1500 إلى 1200 ليرة، يعني خسر الليرة اللبنانية نحو ثلث قيمتها، بمعنى القدرة الشرائية للبنانيين تنخفض تحديدا للموظف وللفقير. هذا يعني أن حتى الحواضن الشعبية أو حتى عفوا المحازبين نفسهم هم الآن تحت الضغط الاقتصادي، هؤلاء سيأتي إلى وقت يتحركون فيه. فبالتالي أنا بتقديري أن نعم الطبقة السياسية تدرك أن الوقت ليس في صالحها، هو ما هو في صالحها تحويل الأزمة إلى أزمة طائفية، وهي تفشل به في حتى اللحظة. ويعني الجيش اللبناني يشكر على أنه فعلا منع بنسبة كبيرة تحويل هذه الأزمة إلى أزمة طائفية عبر حماية متظاهرين وعبر ثمة من يقول منع لأن حزب الله لا يريد الآن أن تتحول إلى طائفة، لا حزب لأنه الله يسيطر على مفاصل الجيش. بتقديري حزب الله بالعكس، الماكينات السياسية الرسمية وغير الرسمية لحزب الله تضخ شعارات طائفية بدليل الشعارات التي رأيناها قبل يومين في الضاحية، شعار شيعة شيعة شيعة، وأيضا الشعب يريد سبع أيار جديد. هناك ضخ طائفي. سبع أيار جديد للمشاهدين الذين لا يعرفون هو يعني احتلال بيروت. نعم. المقصود وبالتالي أنصار حزب الله وأنصار طير وطن حر هم أكثر من يرفعون شعارات طائفية وشعارات حزبية هذه اللحظة في الشوارع اللبنانية. وهذا يعني بالعكس أن الطبقة السياسية كلها وليس فقط حزب الله هي تريد، هي تعتاش على الضخ الطائفي وعلى شد العصب الطائفي. بتقدير أن حزب الله لا يريد الذهاب لا إلى طائفية ولا إلى مشكل عسكري، لأن بشكل أساسي المناخ الدولي الآن ليس هو مناخ ما قبل 2011، بمعنى أن لو حزب الله تورط في حرب أهلية ربما سيعامل كما عمل الداعش، بمعنى تشكيل تحالف دولي ضده، وهو لا يريد هذا الخيار بطبيعة الحال. وبالتالي خيار الحرب أنا أستبعده. خيار الطائفية واضح أن الوعي الشعبي الآن كما أشار الأستاذ محمد هو فعلا تجاوز الخطابات الطائفية. خيار الوقت هو نعم سيضغط على الشعب، لكنه سيضغط أكثر على هذه الأحزاب، سيجردها نهائيا من أي ثقل شعبي لها، وهذا سيؤدي بالنهاية إلى التغيير. بتقديري أن في لبنان ما يحصل ليس مناكفات سياسية كما اعتدنا، هناك تغيير أصبح الوقت والواقع يفرضه، وليس هو مجرد مطالب سياسية لأحزاب أيديولوجية تطرح رؤى معينة. الواقع السياسي الآن لا يحتمل النظام السياسي القائم، لابد من تغيير، وإن لم نذهب إلى التغيير فنحن ذاهبين إلى انعدام الدولة نهائيا، وهذا بطبيعة الحال المجتمع الدولي لن يسمح به. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام الحلقة، أشكر ضيوفي معي في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي اللبناني، وكان معنا عبر سكايب من ستوكهولم محمد خليفة الباحث في الشؤون العربية والدولية، وشارك معنا جزئيا عبر الهاتف من بيروت الأستاذ إبراهيم المصري رئيس تحرير مجلة الأمان الذي انقطع التواصل معه لأسباب مرتبطة بالمصدر. شكرا لكم، دمتم في حراسة الله.